عندنا 1,835,079 طالب مستمر بالدراسة، المبالغ الخاصة بهم هي 67 مليار دينار عراقي، هذا أكبر مبلغ تصل إليه، وكذلك أكبر عدد تلاميذ مباشرين بالدراسة، وهذا لحد يوم طيب 25 بالشهر. دكتور المنحة إذا أحد أبناء ما طلع أو أبناء نعم المشمولين شنو يسوي؟ نعم أنه مباشرة يجي يكمل إجراءات مال الإضافة. تعرف إحنا كم إضافة صارت عندنا خلال 10 أيام؟ هو ما ضاف ابنه ولا راجع، طيب شاف المنحة إجا إضافة. عندنا بالآلاف، يعني أكثر من 10,000 إضافة صارت عندنا بخلال فترة قصيرة. مباشر إضيفة شهر الجاي. المستفيدين من المنحة هم 1,800,000؟ نعم، اللي مباشرة الآن هم يعني كمل احتسابهم هو 1,835,079 طالب سيستلم بمبلغ إجمالي 67 مليار. جيد دكتور، أحكي لك بصراحة أكو بعض الانتقادات تصير فيما يخص قضية يعني صار عندكم شمول لشباب مواليد 2000 ومواليد 2001، ذول الشباب يقول لك هو المستحق، مثل ما اتصل احد المواطنين قال احنا كبار بالعمر، احنا خلينا نشمل، احنا اللي ما نقدر نشتغل شامل للشباب ذول، ليش ما يشتغلون؟ شوف هي طبعا كلها نسبة وتناسب، انه انت مثل ما تجي توزع على المحافظات تجي توزع على الـ يعني كبار السن صغار السن كل من له حصة. طبعا انت الان بحكومة خدمة وطنية بدت جديد، انت يحتاج لك، احنا انا متفق وياك انه هو يقول لك انا بدال ما راح اخذ إعانة حماية اجتماعية راح توجه للعمل، لكن الان خدمة ارزاق خدمة كبيرة جدا، ولغاية الان انت تعرف اللي قدمه خلال خلال 5 أيام قدم 14,273 على خدمة أرزاق، على خدمة 73 مواطن يطلب أنه انتقال من الحماية الاجتماعية إلى خدمة أرزاق، يعني إلى قروض، لكون أنه الإجراءات الخاصة من دون فائدة.